أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين تسير وفق نهج ثابت وحكيم يستمد مبادئه من الرؤية السامية لجلالة الملك المعظم لإشاعة السلام والوئام بين شعوب العالم وتعزيز قيم التعايش السلمي والحوار الحضاري بين الأمم وترسيخ المبادئ العالمية في التعاون والتضامن مع جميع دول العالم وفق مبادئ حسن الجوار واحترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وقال سعادة وزير الخارجية إن مملكة البحرين تدعو دائما إلى نبذ الصراعات وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية وتوفير الأمن والسلام في كافة دول العالم. جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها سعادة وزير الخارجية في الأكاديمية الدبلوماسية في العاصمة المجرية بودابست أمس بحضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارة ورئيسة الأكاديمية والدارسين فيها. وأضاف سعادته إننا في مملكة البحرين نعتز ونفتخر بأن السلام هو من أهم قيمنا البحرينية الأساسية والتي تعززت على مدى أجيال من التفاعل والتعايش والاحترام المتبادل. وقال سعادة وزير الخارجية إن حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ملتزمة بحماية حقوق الإنسان وحرياته بأكثر الطرق شمولا وفعالية وشفافية. وأضاف أن الحكومة ملتزمة أيضا بمنح الشعب أفضل الفرص الممكنة لتلبية تطلعاته وتحقيق إمكانياته وإبرازها من خلال الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 ومبادئها القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.